المرأة نصف المجتمع، ولا يمكننا أن ننهض بمجتمعاتنا دون إشراك المرأة في عملية صنع القرار. إن تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع يعد ترسيخاً لقواعد التنمية المستدامة. أتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات، ونحن في دائرة الطاقة ملتزمون بدعم المرأة وتمكينها. نحن في دائرة الطاقة نحرص على إشراك المرأة في عمليات صنع القرار لزيادة مساهمتها في استشراف المستقبل. نؤمن في دائرة الطاقة بتكامل الأدوار بين المرأة والرجل وتحفيز بيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز. تسهم دائرة الطاقة في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة. Women are our real partners and supporters while we march towards building and developing our society, environment and culture. Every time they are meritorious in all their job assignments. They are the actual role models of excellence. بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، تمكنت المرأة الإماراتية من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية، وأثبتت قدرتها على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية محلياً وعالمياً.